لقي طفلين، الأول يبلغ من العمر 8 سنوات والثاني 12 سنة، لقيا حتفهما غرقا بوادي موزاية غرب البليدة. هذا وكان قد اختفى طفلين من حي بن مويم بالعفرون منذ يومين، وتمكنت فرقة الغطس للحماية المدنية بالبليدة بعد ساعتين من البحث المتواصل من انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون. كما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بموزاية قامت بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحقيقية لهذا الحادث. التغطية لعادل عباس. هذه على السخانة، هذه اللي دارت هذا النهارات، عم يجوا بزاف الدراري لهنا يعوموا، واك تشوفوا واش صرا اليوم. هذه هي واش صرا، مغرقوا زوج دراري، هم جاوا ليهم في جبدهم داوهم. هذا هو يجوا، يجوا بزاف، يجوا على بالك تجي نهار نص النهار لهنا تحسب روحك راك في كليب ديبا. بزاف بزاف الدراري خويا، بزاف يجوا الناس اللي طنقوا ولادهم يجوا لهنايا، مش عارف كيفاه. نورمالمون الطفل الصغير انت علاه تطنقوا يا خويا؟ هذا هو.